بطاقة المباراة، مباراتنا الليلة مباراة فيوتشر أمام بيراميدز في تمام الثامنة مساء على استاد الأهلي والسلام. فريق بيراميدز بيدخل هذا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، فيوتشر في المركز الرابع برصيد 50 نقطة. طاقم تحكيم لقيادة هذا اللقاء بقيادة الكابتن محمد معروف حكما للساحة، معاونة الكباتن أحمد توفيق مساعد أول، أحمد عبد الغني مساعد ثاني، كابتن صبري إبراهيم حكم رابع، وتقنية الفيديو كابتن حسام عزب حكم فيديو، وكابتن شريف عبد الله حكم فيديو مساعد. لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الافتتاحي لهذه الجولة، وتجرى الآن مباراتين، غزل المحلة أمام المقصة، ونتيجة اللقاء حتى الآن هي التعادل السلبي، وبنفس النتيجة تسير مباراة سيراميك كليوباترا أمام طلائع الجيش، وختام لقاءات اليوم هو لقاء فيوتشر أمام بيراميدز في تمام الثامنة مساء. تستكمل لقاءات هذه الجولة غدا بمشيئة الله بأربع لقاءات، في تمام الخامسة والنصف مساء لقائي المقاولون العرب أمام فاركو وسموحة أمام الجونة، ثم لقائي البنك الأهلي أمام المصري في تمام الثامنة مساء، وفي نفس التوقيت لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري. وتختتم لقاءات هذه الجولة يوم الأربعاء القادم بلقائي الإسماعيلي أمام إسترن كومباني في تمام الخامسة والنصف مساء، ثم لقاء الأهلي أمام إمبي في تمام الثامنة مساء. نلقي نظرة سريعة مع حضراتكم على جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز. نادي الزمالك متربعا على قمة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، في المركز الثاني بيراميدز برصيد 68 نقطة، النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، فيوتشر يكمل أضلاع المربع الذهبي برصيد 50 نقطة، طلائع الجيش في المركز الخامس، سموحة في المركز السادس، المركز السابع البنك الأهلي، فاركو في المركز الثامن، الإسماعيلي في المركز التاسع، المصري البورسعيدي في المركز العاشر، سيراميك كليوباترا في المركز الحادي عشر، الاتحاد في المركز الثاني عشر، المركز الثلاثتاشر إمبي، غزل المحلة في المركز الأربعتاشر، المقاولون العرب في المركز الخمستاشر، الجونة في المركز السادس عشر، المركز السابع عشر وقبل الأخير إيسترن كومباني، ثم يأتي متذيلا لجدول الترتيب في المركز الثامن عشر والأخير والذي تأكد هبوطه فريق مصر المقاصة برصيد 15 نقطة فقط لغير.